صراحة. يعني لعبت فيه 16 مباراة، 4 أهداف، 5 أسيست، ما حسيت أنه موجود كثير في المباراة فبدلته بديمبلي. أوفرول كان فوت بيرفع الضغط، لعبته آخر الليل وكانوا ناس كثير معرقين، ولكن وصلنا رانك 5 يعني خير وبركة. نخش على الباكيجات يا شباب، وصلنا رانك 5 وبسم الله على بركة الله. ديمبلي، مبابي، مين كمان؟ بس هذول اللي بدنا إياهم، دمبوزة ومبابي يا شباب. يا رب يا رب الدمبوزة، يا رب دمبوزة ولا الإمباب. يا ولد ايش ذا الخياس، يا رب شيء طيب. الامباب كازيميرو، كازيميرو لا بأس يعني كريت، بس ما في الامباب يعني. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، بديت اتوتر قسم بلاد. ديمبلي انا راضي، ديمبلي انا راضي. يلا 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 يا ولد ليش خليلنا ياله الباكج الاخير صح، باكج التيم اوف ذا ويك، مخبيلنا ياله في الباكج تيم اوف ذا ويك. عندنا باكجات مخيسه بعدين باكجات حلوه. بسم الله وعلى بركه الله. شاشات سومر ولا اخو الصغير؟ اوه سومر حلو. واو حلو، قاعد اقرا الشات، مفاجاه سبريز، حلو ممتاز جدا، كثير ممتاز كثير. يعني انا بحب المفاجات اللي في الباكجات مش شاشات حتى، اسباني كمان، ايش ذا الحظ؟ شاشات اسباني، لا يا شيخ لا يا شيخ، ابو الاسبان على ام الاسبان يا شيخ. والباكج كله مكرر، تيم اوف ذا ويك باك، شاشات فرنسي، يلا فرنسي فرنسي استي. الله عليكم حركات يا ايه، الله يقلعكم. كم سعره؟ 10,000. ابو الحزن يا شيخ، والله تعرف انا ليش ما تحمست كثير؟ لانه عارف حتصير، والله عارف حتصير. عندنا الالتيميت واخر باكج وكاوت، بس انجليزي لا بتمزح، شو الخياس، اوه اللعن ابو الخياس يا شيخ. ندخل على الرايفلز، طبعا عندنا تشكيله ضعيفه جدا، يعني من اسوء التشكيلات اللي ممكن انت تشوفها. حندخل باضعف تشكيله ممكن تشوفها في حياتك على الرايفلز، نلعب جيمين، اذا فزنا بنروح نفتح باكجات بالبوينتس، اذا خسرنا بنلقم على براسنا وما بنفتح باكجات. فان شاء الله بس بنفوز وبسم الله وعلى بركه الله. جيب لي لعب، جيب لي لعب افضل ظهير في اللعبه. ايوه هيك دفاعي سوبر. اتوقع هلا اشتغل صح. حلو حلو يا احمد، وين الانهاء يا احمد؟ افا لا ما دخلت، وش الكاميرا؟ اتوقع كوب. ايوه ماركينيوس بعد ايه كاميرتك خضرك. غندوغان ال85 جاها جول، كودن ما اعرف يجيبها بالجول، جوفو ما اعرف يجيبها بالجول، عبيدي ما اعرف يجيبها بالجول. والله قرأني لو اني سحبتها فوق. حبيبي حبيبي نايس ون نايس ون، هذه مثلث عادي صراحة. يا اخوي شو قاعد يسوي؟ ممكن افهم؟ شو قاعد يسوي؟ يي على حظي! عبيدي بيلي شوتها باليسار. خلاص جيب جول يا شيخ، خلينا نخلص من هالمباراة. خلصها خلصها فكرة. يعني بس الاكتئاب. هيك 1000 بوينت مع جولين 2000 3000 بوينت صار عندك، خذوا كل الدون اذا بدك. حلو الباص، حلو عبيدي، حلو شكرا شكرا، والله قصرت. حرام يا جوفو، جوفو باي رجل مشوت نسيت، والله نسيت باي رجل مشوت، بس عادي يعني قريبين كثير نحن. شوف روق وتفلسف وبيجي يقول ايوه يسعد قلبك هيك التفتيح. لا كوفو واو واو القب، هذه ديفيجنز قسما بالله، ولا لها علاقه في الديفيجنز، قولها كانها فوت. يعطيك العافية، نشوفك أخير آخر جيم ونخش على الباكيجات يا شباب. مستوى باش باش باش، المرض المرض بيودي المستوى في الزق. شوف شوف لاق لاق، يا الله حلوة 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 يا ولد، حرام ضاعت. اركض اركض خلي تجيب جول لي ام المباراه الخرا، خليك راكب فوق خليك راكب فوق.
لازم كسلتها ما رفعت. يلا يلا بدك يا تسلك عشان نجيب جول. سلكت سلكت. لا مش طبيعي ضغط دائرة 60 مرة. يا 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 الحمد لله فزنا بهالجيم مشت معانا الحمد لله 1-0 يعني من أعفن الجيوم اللي لعبتها في حياتي. هيك بيكون لعبنا 3 مباريات يا شباب، 11,000 بوينت من حقنا نستخدمها مع راحتنا. إن شاء الله يطلع لنا شيء طيب إن شاء الله. لا تنسوا تسوي سبسكرايب هذا أهم شيء. يا رب يا كريم يا فتاح يا عليم أتمنى لاعب سوبر لأنه لحد الآن ولا مرة طلع لي لاعب سوبر في الباكيجات. فبسم الله وعلى بركة الله. إيش ذا الزق؟ شوف كل ما قل الريت في الباكيج كل ما طلع أشياء أحلى. هذا اللي أنا اكتشفته. فأنا أشوف إنه نفتح الباكيج. أنا صراحة هيك بشوف. أحيانا لا تمام كيف؟ أحيانا إيه أحيانا لا على حسب الحظ. ما في شاشات حتى. والله الحظ سيء. مغص مغص من سوء الحظ. أعطونا إشي بالحدث. كرتين من الحدث للآن بس. ما في شاشات حتى. شيخ الله يقلعهم. شيخ الله يقلع إيه. اطلع برا. ضبط التشكيلة. حط تشكيلة ثانية. لا تحط أقوى تشكيلة عندك لما تيجي تفتح باكيجات. ها أهم إشي تسوي. هذا هبد. بس إنه هذا اللي موجود. بريمير ليج. يس أوكي يلا. يلا يا رب يا كريم. يلا يلا يمكن الحظ يبتسم. يمكن الحظ يبتسم. ما درانا. تيمو ذويك. فرنسي. لا يا شيخ. لا يا شيخ الله يقلع يا شيخ. ها شاشات. أيوة. أيوة إيطالي. عبالي فيراتي. جورجينو لا بس. كريم يفتح يعني. الشاشات حتى. فرنسي أيوة سي إم أيوة. يعطيك العافية. نفتح واحد نفاجئ اللعبة ونفتح واحد هذا. نفاجئ اللعبة. يمكن يطلع لنا منها شيء طيب. إسباني. بيكيه. ما لقوا غير بيكيه. ما لقوا غير بيكيه طلعوا لي في الباكج. الله يقلعكم يا شيخ. شاشات. يا الحارس. والله الحظ بيكئب. خلنا نرجع نسوي الحركة مرة ثانية بلكي ضبطت. نقلع. تعال. وين أبو مكة؟ وين الأسطورة؟ حط لي بمكة. حط لي رايت ميدل ثاني. حط لي فرنسي مش مشكلة. ممتاز يلا. صفون والله حظك ساق. حلو ووكاوت. شوف شوف الحركة شغالة شغالة الحركة. يلا كل باكج حفتحه حسوي الحركة عشان ما احرق فلوسي على الفاضي. طين اللفت ميدل. جنولا مش مشكلة. وغير لي الحارس. بدي احط اندورت مش مشكلة. الحركة ما ضبطت. فرنسي سي بي. يلا مش مشكلة. شاشات. اسباني. والله خسارة فلوس هالباكيجات. اقسم بالله خسارة فلوس. خسارة خسارة. اذا ما طلع لي اشي حلو من هالباكيج ما عاد افتح باكيجات. اعتزل الموضوع. الماني سي بي هامل صح. انا الشهر هذا ما حشحن. نخليها بلا مال لانه الموضوع مستفز. لا يقلعكم يا ايه. نفس الاوجه. نفس كل مره نفس الاشكال. كل مره نفس اللعيبه بشوفهم 60 مره قسما بالله. زق اخر باكج لعيون رافينيا وانا قرفت صراحه. ابو اي اي على ابو الباكجات. شوف شوف شوف. يلا اخر واحده لعيون اسامه. ولا تزعل يا اسامه. اوف تيم اوف ذا ويك. فرنسي فرنسي سترايكر. والله شوف شركة أقسم بالله لها طقطق عليه. هاي ثاني مرة هالبث. مرة شو كان اسمه ولا جازيت كارغوس تو مرة غريزمان. يا شيخ الله يقلعهم يا شيخ. الله سيك خلصنا حلقة اليوم وسوي سبسكرايب وشكرا لك. شكرا.